تعيش رياضتنا الكثير من الحروب الباردة التي تساهم في عرقلة تطور عجلتها، أغلبها غير مبررة وأصحابها لا ناقة لهم ولا جمل. في النصر اشتهر في يوم ما اسم عامر السلهام أنه معول هدم وجندي خفي يقف خلف كل الملفات الصفراء، وتم شن حملة أن لا مكان له في النادي. هذا الأمر يحدث حاليا في القطب الآخر في الرياض الهلال، فالأعين كلها تتجه صوب فهد المفرج وضغوط كبيرة على أن بقاؤه له أضراره وأنه خلف نتائج الفريق المتواضعة في السنوات الأخيرة. منصور البلوي في الاتحاد الاسم الأكثر جدلا، وما زالت أصابع الاتهام تتجه نحوه في كل قضية اتحادية. في الشباب يظل سراب البلطان خلف أي قضية أو عملية رغم ابتعاده عن المشهد بشكل كبير. حتى الأندية الأقل جماهيرية لا تخلو من أسماء تتلقى الهجمات بسبب أو بدونه، كالاتفاقي هلال الطويرقي أو الاسم الداعم للقادسية الحالي. والرائد لا يعيش بيئة مثالية في سنوات مضت، وهو أكثر الأندية التي يتلقى أفرادها نقدا لاذعا، حتى اتحاد القدم لم يستم من ذلك، فأحمد الخميس أكثر الأسماء جدلا في أي قضية تخص اتحاد القدم. فمن يقف خلف هذه الحروب الباردة؟